سلام سلام اندمنا اللحشو يتودداتشو يانويتين تي في چانال بيت سبوي اللحشو نم بغيتها بيسوس كريستوس سم سلام سلام مالتو دالو اكزيابر عملاك تباركيون اكزيابر سونا ويدر رسنين يفتاتشن حموس اسكا هدرس يميزلك بأديس أبابا كتماننا باكابا بيوالالو كدوسان السقاجة تالا كونفرانسا كونفرانسو يمي كفتو حموس تحساس أسرسوست كانو اسكا أسرس الدستنيوك اندرس يم كتحساس أسرسوست اسكا تحساس أسرس الدست درس يمي كوي ليو أس جنك اكزيابر اج يمي قلت بات بزو سووش يمي فتو بات بزو سووش يمي باركو بات اكزيابر أملاك تالا لك تأمرات يمي أدرق بات ليو كونفرانس رو بزي كونفرانس لاي كلاتشوم تقابزا تشوهال كلاتشوم بغيتها بإي يسوس كريستوس أمنتي اللاتشو ارسو يفو سنيال يادنينيال يتأقنينيال يسرانيال يالاتشو سوى تشولو بزي پروغرام من دتمتو هلاتشونم قابزالو تحساس أسراسوست اسك تحساس أسراسدس كنيغاري مياغلقلو أغلقيو اتشالو زماريو اتشالو اكزيابر أملاك سمو يبارك دينك انغريونال بزيان كان اكزيابر لعند سو تأمرات يميادر قبت ليو جزين. لذي ሁላችሁንም ጋብዣለሁ በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር አምላክ አይተን የማናቀውን ታምራት ያሳየናል ሁላችሁም በዚህ ቀን መጣችሁ በረከቱን እንድትካፈሉ አሳስባለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ በማልደዛ እንገናኝ ተባረኩ እግዚአብሔር ይባርካችሁ የምስራች ድንቅ የሆነ መንፈሳዊ ኮንፈረንስ በአዲስ አበባ ተዘጋጀ ልዩ የሆነ ኮንፈረንስ ከታህሳስ 13 እስከ ታህሳስ 16 በአዲስ አበባ ከተማ በተቀበዩ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ተዘጋጅቷል። በዚህ ታላቅ ኮንፈረንስ ላይ እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብቶ የሰጠን ነብይ ደረሰናቀው እናንተን በኃይል በቅባትና በሞገስ ያገለግላችኋል። እግዚአብሔር አምላክም በባሪያው ላይ ኃይሉን በመግለጥ በአጋንንት ስራት የተያዙ ከሳታቸው ነጻ ይወጣሉ። ነፍሳትም በትንቢት ይጽናናሉ። እንዲሁም ከዘማሪት መክሊት ማሞና ከዘማሪ ናትናኤል ታመነ ጋር ልዩ የሆነ ያምልኮ ጊዜ ኑረናል። ቢጀባና ወቃዋቀ ዮኬና ተረስፋት ይበቃል ሎሎሎሎ ይበሉ ከታህሳስ 13 እስከ ታህሳስ 16 በአዲስ አበባ ሳሪሳቦ የርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት በሚተገኘው በቁጥር 1 ቤተክርስቲያናችን አጥቢያ ወይም በሚራክል ብራንች በጭራሽ አይቀርም። ከቀባቱ ፍርተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አንዴ ቲቪ